يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مكرونه بالفراخ والتركي، سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد معانا اي وقت ومشهيه جدا. طعم التركي فيها مدي طعم حلو قوي. اتفرجوا على الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. هنقول مع بعض المكونات. معانا نص كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح، و250 جرام من المشروم، جبنة موتزاريلا، لتر حليب، كوباية كبيرة من الكريمة، مكرونة فيتوتشيني اللي هي شرايط، ممكن نستعمل أي نوع مكرونة، 5 معالق كبار من الزبدة و5 معالق كبار من الدقيق. ومعانا التركي، مكعب مرق وتوابل فراخ، ونص معلقة من الفلفل ورشة من جوز الطيب. في طاسة على النار هنضيف شوية زيت. لازم تكون الطاسة معانا سخنة جدا قبل ما ننزل بالفراخ. وهنضيف عليها التوابل، النص معلقة من توابل الفراخ والنص معلقة من الفلفل الأسود ورشة من جوز الطيب. وهنقلب بقى الفراخ، وهنحاول ان احنا بقدر الامكان ما نقلبهاش كتير عشان مش عايزاها تنزل مية. وهنديها رشة من الملح. اول ما الفراخ تستوي معانا هننزل على طول بالمشروم، هنديله تشويحة كده بسيطة مع الفراخ. انا مش عايزة المشروم يتهري كده. تمام، معانا المشروم والفراخ استووا، هنسيبهم على جنب ونبتدي ان احنا نعمل البشاميل. في حلة سخنة على النار هننزل بمكعبات الزبدة، وهنضيف ال5 معالق دقيق، وهنشوح الدقيق كويس في الزبدة لحد ما ريحته تطلع كده وياخد لون ذهبي. هنضيف مكعب المرق وهنقلب كويس لحد ما الدقيق يتشوح معايا ومكعب المرق يدوب تماما في الدقيق. وهننزل باللبن، ولازم اللبن يكون في درجة حرارة الغرفة، ما يكونش ساقع من التلاجة. هنبتدي بقى نقلب كويس جدا. هننزل بكوباية الكريمة وهنقلب كويس، وهنضيف رشة من جوز الطيب. جوز الطيب بتدي تيست حلوة قوي للبشاميل، ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح، ونقلب كويس لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه ده. هنبتدي نسلق المكرونة. المية معانا غليت، هنضيف معلقة كبيرة من الملح، وننزل بالفيتوتشيني في المية السخنة. هنبتدي نقطع التركي لشرايح طويلة، طبعا اللي عايز يقطعها مربعات صغيرة تمام ممكن، بس انا قطعتها شرايح طويلة عشان المكرونة فيتوتشيني شرايط. في صينية بقى هنديها دهنة كده بسيطة من الزيت، ونبتدي ننزل بكمية من البشاميل. وهنضيف نص كمية المكرونة، وهنضيف التركي،
والفراخ هنوزع الفراخ والمشروم كويس في الصينية، ورشة من الجبنة الموتزاريلا، وهننزل برشة من البشاميل، هننزل بباقي كمية المكرونة، ونحاول بقى نغرقها بالبشاميل على قد ما نقدر. وهنبتدي نضيف شوية من الجبنة الموتزاريلا على الوش، هنكون مسخنين الفرن قبلها على درجة حرارة 180، هي كل المكونات بتاعتها يعني مستوية فمش هتاخد معانا وقت، بس مسافة ما الجبنة تسيح معانا هنطلعها على طول من الفرن. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم واتمنى تجربوها، وبالهنا والشفا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.